النهاردة لما أتكلم عن الخدام في الخدمة أخشى وبشدة أن يكون هذا العصر في أسلوب خدمتنا لأولادنا هي خدمة الأنشطة والمعلومات، وليست خدمة بناء الروح، وليست خدمة العبادة، وليست هي خدمة تعميق العلاقة بالله. الأنشطة وسيلة لربط أولادنا بالكنيسة. طب أولادنا بيعملوا بروفات في طول الصيف، هل في كنيسة قبل البروفة تجمع الأولاد في تأمل في الكتاب المقدس ويصلوا مع بعض قبل ما يعملوا البروفة؟ أشك في هذا. أصبحت الأنشطة تبرد الروح مش تنمي الروح ولا تنمي حرارة الروح. النهاردة الخلوات الروحية هل الهدف منها الأولاد في حوش الدير أو في مكان الخلوة يلعبوا ألعاب ويضربوا بعض ويخبطوا في بعض تحت إشراف المشرف، ولا هي مجرد معلومات ومحفظات هنحفظهاتهم، ولا يا ترى عملوا التسبيحة في السهرة وحضروا كل يوم قداس الكل وبدون استثناء؟ ما هو الثمر الروحي من الخلوة وليس النفسي والجسدي والمعرفي فقط؟ هنا أنا حسأل أباء المباركين، يا أباء الأفاضل، هل كل واحد عارف أسماء ولاده في الاعتراف؟ هل تنتظر مجيء ابنك المعترف ولا بتتابعه لأنه تأخر أكثر من شهر؟ هل تتابع النوتة الروحية الخاصة به ولا ملوش نوتة روحية وأنت المسؤول عن دم ربنا في هذا الأمر؟ المتابعة الروحية العميقة. أقول للأباء اللي بيخرجوا بخلوات لأولادهم، ما الهدف من الخلوة؟ يقول لك أصلا عايزين نروح لمكان في ملاعب وحمام سباحة. بقى الهدف من الخلوة اللعب والسباحة، وزمان كان الهدف من الخلوة الصلاة والعبادة. كان الله يبيح نفسه عندنا أب مبارك، مش هقول الاسم، كان عنده ميكروباص صغير بتاع الكنيسة، كل أسبوع أو أسبوعين ياخد مجموعة شباب يقضي بيهم خلوة في أحد أديرة الرهبان. هل يوجد بيننا أب كاهن يقوم بهذا الدور في أي كنيسة من كنائس طنطا الآن؟ أنا لست أحاسب أحدا، ولكن فيما أذكره وكأني أشجع على ممارسته. لابد أن تكون طنطا على مدى التاريخ كله أم ولود تخرج الديسين للكنيسة، يخرج منها رهبان وراهبات، شهداء ومعترفين، مكرسين ومكرسات. ربنا يدي النعمة ويدي الحكمة ويدي الفكر ويدي الجهد لكل القائمين على الخدمة، ويدي غيرة مقدسة لكل بيت